طيب يا جماعة، أنا هروح بقى، عندي شوية مشاوير كده هخلصها وما أرجع بقى نبقى نكمل كلامنا. حنين، بعد إذنك. أيوة يا أستاذ سارة. أنا قبل ما أخد أي تصرف أو أعمل أي إجراء، أنا لازم أقول لك على رأيي بصراحة. أنا بصراحة شايف إن أنت غلطانة. أيوة ما تبصليش، أيوة أنت غلطانة. ما هو حل اللي حصل معاكي ده مش إن أنت تهربي من جوزك وأخوك يا حنين؟ ما ينفعش. هتفضلي هربانة لغاية إمتى؟ يعني أنت دلوقتي كان مغلوط فيكي وكان الحق معاكي، أنت قلبت الحكاية عليك أنت. لازم تفضلي، وأنا مش هسيبك. ما هو أنا مش هسيبك ده مش تفضلا مني. أبوك الله يرحمه كان في مقام أخويا الكبير، وياما وقف جنبي وياما عمل معايا مواقف أنا لا يمكن أنساها. ولازم جوزك وأخوك دول يعرفوا إنها مش متسابة، هي مش متسابة. أنا مش عارفة أقول لك إيه والله يا أستاذ فرح. قول لنا يا خالو. أهو قال لي مساعد مهم. والله يا أستاذ فرح أنت عندك حق في كل كلمة قلتها، أنا معاك جدا جدا. يا بنتي أنا مش قلت لك وغلطت، غلطتها، قلت لها يعني هتسيبي بيت جوزك وتروحي فين؟ أنت يعني كنت عارفة. أنت مغلطاها ثانية واحدة، يعني أنت مغلطاها وما غلطتيش نفسك؟ طب ما أنت غلطانة زيك زيها بالظبط. أيوة ما تبصليش. الله، ما أنت أول حاجة عملتيها إيه؟ إنك هربتي من جوز خالتك عبد الستار، ولا وقفتي ولا طالبت بحقك ولا عرفتي تاخديه. كل اللي انت عملتيه ان انت قعدتي عند ربيعه وفتح الباب. قولي لي بقى كده هتقعدي عندهم لامتى؟ هتقعدي عندهم الى ما شاء الله مثلا؟ ينصر دينك يا استاذ فرح، ايه الحلاوه دي؟ كنت فين من زمان يا راجل؟ ردي بقى على الاستاذ فرح، هتقعدي معانا طول العمر ولا ايه؟ اللهم صل عليك يا نبي يا استاذ. والله ما العظيم ما تفرحيش قوي كده، انت وهو انتوا لسه دوركوا جاي، لسه دوركوا جاي. وانا كنت هعمل ايه يعني؟ كان في ايدي اعمله وما عملتوش. استاذ فرح والله العظيم انا لما جيت على هنا كنت بتمنى من كل قلبي ان انا الاقي شغلانه حلوه وحياه مريحه بدل العيشه الذل اللي انا كنت عايشه فيها. انا احلامي في الحياه بسيطه خالص يا استاذ فرح، بس عبد الستار الله يخرب بيته هو اللي استكترها عليا. تحبي قوي التراجيديا والميلودراما قوي قوي، عايزه اي شماعه تعلقي عليها، فلقيتي عبد الستار فمعلقه عليه كل مشاكلك. ده بدل ما تواجهيه، بدل ما تواجهيه وتاخدي حقك. لا حول ولا قوه الا بالله. خلينا هنروح المنصورة نشوف بقى هنعمل معاه ايه وهنجيب لك حقك ازاي. انا اروح لعبد الستار تاني برجليا؟ مستحيل. انا قلت تروحي. ما هو انت لو بتسمعي زي ما بتتكلمي تسمعي ان انا بقول نروح له مع بعض، نروح له نشوف حل ونشوف حقك ده هنجيبه ازاي. انا ما قلتش تروحي. ايه ده؟ لا انت عماله تهز راسك وتقولي صح على اساس ان انت يعني الناجيه منهم. ما انت غلطانه اكتر منهم على فكره. ايه ده؟ انا عملت ايه انا يا استاذ فرح؟ عملتي ايه؟ انت غلطانه اكتر منهم يا انسه جينيفر. فين انسه جينيفر القويه اللي عارفه طريقها فين؟ ده انت خدتي قرارك واصرتي عليه ووقفتي قدام الدنيا كلها عشان تقعدي في البلد اللي انت عايزه تقعدي فيها. عارف ان موضوع القطط ده مأثر جدا، بس مش عايز الحكايه توصل للدرجه دي. ما هو مش معقول موت قططك ده يبقى نهايه العالم. وحضرتك كمان لازم تعرف ان موت مراتك مش نهايه العالم.